شوبان اسمعني، اليوم قررت اسألك أسئلة، وإذا بتجاوبني على الأسئلة بشكل صحيح بيطلع لك بوب كورن بوشار. البوب كورن؟ اوف، أنا بحب البوب كورن كثير، قصدي بحب جاوب كثير، قصدي أنا بعرف جاوب. طيب أهم شيء إنه تجاوب صح ليطلع لك بوب كورن، أوكي؟ أكيد أكيد. وأنتوا كمان جربوا حذروا الأجوبة على الأسئلة اللي رح أسألها لشوبان، اتفقنا؟ اوكي، اول سؤال، شو بتعني الخطوط البيضاء يلي منشوفها على الطريق؟ الخطوط الكامله يلي موجوده هون قدامنا. اي خطوط جوال؟ هول يلي عم بفرجيك هني هون. الخطوط البيضاء، ايه عرفتها. ايه شو بتعني؟ ما بعرف. شوبان فكر شوي. عن جد ما بعرف. وانتو بالبيت عرفتوا؟ تعني انه ما فينا نتجاوز، يعني ما فينا نقطع من ميل لميل، ما فينا نقطع من هون لهون. اوكي اوكي، السؤال الثاني. طيب السؤال الثاني، شو بتعني الخطوط البيضاء المقطعه؟ ما بعرف. شوبان فكر شوي، ما هلا اعطيتك اول جواب، لازم تعرف جواب ليطلع لك بوب كورن، فكر بالبوب كورن. عرفت، بتعني انه الخط الابيض مرق عليه السيارات وشتت الدنيا كثير وتمحى وصار بتقطيع. مهضوم شوبان، انتو كمان زيت الجواب جاوبته؟ اكيد لا، الجواب الصحيح هو، حاول بعد مره ما بدك؟ الجواب الصحيح هو انه السيارات اللي عم تقطع بهالميل وبهالميله ماشيه بنفس الاتجاه وفيها تقطع من ميل لميل، بس اكيد لازم تنتبه وتعطي اشاره، بس نحن فينا ننتقل من ميل لميل لانه كلنا ماشيين بنفس الاتجاه عكس هالصوره، يعني ميل بتكون رايحه لقدام وميل بتكون راجعه لورا. فهمت هلا؟ فهمت هلا. صار في اكل بوب كورن؟ بس ما جاوبت صح. على كل الاحوال رح سامحك ورح تعميك بوب كورن، مشي معي على المطبخ اطيب بوب كورن سبيسيال على قرنبيط. رف بوب كورن على قرنبيط؟ لا لا ما بدي. ما بدك؟ هيك ما بتحب تجرب الاشياء الجديده؟ لا لا انا راح اغني احصل لي. طيب بنغني وبعدين عم ناكل بوب كورن.